دي حاجه بس كنت مدان بيها لهيرفي رينار، لان اخر مره كرمت على هيرفي رينار ده انا في القناه كان ساعه بطوله كاس العرب لما قرر ان هو يلعب شباب المنتخب السعودي الاولمبي في كاس العرب، وقتها هاجمت جدا هيرفي رينار. بس النهارده لازم تدي حق الراجل ده، الراجل ده اللي بصراحه قدر ان هو يغير عقليات كتير في السعوديه، لان بصراحه عاش جدا لهيرفي رينار ان هو خد الموضوع بجديه اثناء مباراه الصين. يعني فرقه مثلا عارفه ان هي صعدت الصبح بعد ما اليابان كسبت استراليا 2-0، تلعب بقى وتقعد تهرج وتضحك والكلام ده وتدي فرص للاعيبه اللي ما لعبوش قبل كده؟ لا، هيرفي رينار جاي الامارات علشان يكسب، هيلعب منتخب زي المنتخب الصيني. كان تنين زمان بس الزمن جه عليه، والموضوع دلوقتي لو بالنسبه للمنتخب الصيني بيلعب جيم دفاعي كبير جدا. هو الراجل عامل منتخب محترم جدا، بدايه من محمد العويس لحد صالح الشهري المهاجم. لما اقول لك ان الراجل اللي عامل اجمالي التسديدات على المرمى 18 تسديده، في منهم 3 على المرمى ومنهم 9 خارج المرمى ومنهم 6 تم ايقافهم، في حين ان هو الناحيه الثانيه اتشاط عليه اجمالي التسديدات 2 تسديده على المرمى اللي هي ضربه الجزاء، وتسديده خارج المرمى واحده بس، اللي هو حرفيا لعب وان سايد جيم عن المنتخب الصيني. الراجل عامل فرقه محترمه جدا، الراجل المولد على طرف وسالم الدوسري على طرف وهتان بهبري صنع العاب. هتان ده انا من زمان كنت بحبه جدا، بس بصراحه بطلت اتفرج على الكره السعوديه من فتره، من ساعه ما الموضوع بقى باشتراكات والموضوع بقى فيه فلوس، الموضوع بقى صعب عليا ان انا اتابع الكره السعوديه. سلمان الفرج ومحمد كنو نص ملعب محترم جدا، خط الدفاع ياسر شهراني، احمد شهراني، عبد الله العمري، عبد الاله العمري، ومحمد البريك، وطبعا محمد العويس. راجل عامل فرقه محترمه ومنظومه محترمه جدا، كره على الارض من رجل لرجل جميله جدا، يعيبها بس سنه البطء قدام الدفاعات المتكتله امام مرماها زي المنتخب الصيني النهارده. بس رغم كده الراجل سجل من كره ثابته، كره ثابته لما هي معروف ان في شغل مدرب فيها. الراجل سجل من كره ثابته عن طريق صالح الشهري في الدقيقه 45، وبعدها فضل يضيع، وقبلها كان عمال يضيع، هي بس ضربة الجزاء هي اللي قلبت بس الآية، مع ان الراجل كان يستحق ان هو يكسب النهارده، لان هو جاي حاطط هدف واحد بس، انا عايز اتصدر مجموعة، انا كده كده موضوع الصعود لكأس العالم ده، انا كده كده هصعد كأس العالم لو خدت أول مجموعة أو تاني، بس أنا جاي عشان آخد أول، أنا جاي علشان أفوز على كل الفرق، والراجل لحد إن خط النهاية قدامه فرصة إن هو يكون أول مجموعة، الراجل لو كسب أستراليا واليابان تعثرت هيبقى أول مجموعة. فدي حاجة بحيي جدا عليها هيرفي رينار، وبحيي جدا على الشغل اللي عامله مع لعيبة المنتخب السعودي، وبحيي المسؤولين في السعودية، لأن قوة الدوري السعودي بدأت تبان على قوة المنتخب السعودي. ألف مليار مبروك مبروك للمنتخب السعودي على الوصول لكأس العالم المستحق جدا 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 جدا. ما كانش ليا الحظ إن أنا أتفرج على السعودية في الماتشات اللي قبل كده، بس النهاردة كنت محظوظ جدا إن أنا كنت أتفرج على فرقة محترمة جدا جدا جوه الملعب وهو منتخب السعودية. منتخب السعوديه اللي زي ما بقول لك كوره واحده بس غلطه ضربه الجزاء هي اللي قلبت على السعوديه المباراه. السعوديه كان ليها كور ممكن تكون ضربات جزاء بس ما اتحسبتش، وفي كوره لعيبه المنتخب السعودي ضيعوها قدام المرمى كتير جدا، كان المباراه ممكن تخلص 6-7، لدرجه ان عصام الشوالي حرفيا كان بيصرخ للمنتخب الصيني ان هو يطلع يهاجم علشان يبقى ليه فرصه ان هو يقف نده قدام المنتخب السعودي. قوه المنتخب السعودي جوه الملعب كانت كبيره جدا. تحيه كبيره للمسؤولين، تحيه كبيره لهيرفي رينار، تحيه كبيره للعيبه على الانجاز المستحق عن جداره ده. ألف مليار مبروك للسعوديين للوصول لكاس العالم قطر 2022. نتمنى من المنتخب ده ان هو يقدم مستويات عظيمه جدا، ونتمنى ان السعوديه تروح لبعيد في كاس العالم. وليه لا؟ ما يمكن نروح لبعيد في كاس العالم، مش هنفضل نقلل من نفسنا ونقول العرب ما بيروحوش لبعيد، ان شاء الله باذن الله نقدر نغير الكلام ده، والمنتخب العربي الاول اللي حجز بطاقه التاهل للسعوديه لقطر 2022 اللي هي السعوديه ان شاء الله تقدر تعمل حاجه في كاس العالم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو عايز اراي عن المنتخب السعودي ان هو يستحق عن جداره واستحقاق واعتذار كنت مطالب به هيرفي رينار. 1000 مليار مبروك.